ثنائية ثم التوزيع والكرة تستدم بالقاء مترجع والهدف الأول، هدف أول لفتى النجم الرياضي الساحلي عن طريق حمزة جلاسي، هدف أول لفتى النجم الرياضي الساحلي عن طريق حمزة جلاسي، يتمكن من استغلال هفوة في دفاعات النادي الرياضي الصفاقسي ويمضي على الهدف الأول لفتى النجم الساحلي. دقيقة 42 تأتي بالجديد، هدف أول لفتى النجم الرياضي الساحلي، قلنا هفوة في دفاع السي اس اس، هفوة في إرجاع الكرة، الكرة كانت استدمت بالقائم ثم رجعت، هي أمامنا الإعادة، استدمت بالقائم أصيل الجزيري بلمسة إلى حمزة جلاسي اللي يلقى روحه منفرد بالشباك، يضع الكرة في مرمى الحارس أيمن دحمان، وهدف أول لفتى النجم الرياضي الساحلي.